هو يمكن دلوقتي الحكم مش بحجم اللاعب، لان يعني الواقع اثبت عكس كده. يمكن مثلا في الاهلي عندنا كابتن محمد بركات برده مش طويل يعني، برده الحجم ممكن مقارنه باللعيبه الاخرين برده يعتبر مختلف. هنتكلم على المستوى العالمي في ميسي برده مش حجم كبير، فيمكن مؤخرا ده ثبت العكس. الموضوع ملوش علاقه الموضوع ليه علاقه اكتر بالمهاره في الملعب. اكيد لي كلامك ده بقى، لما انا بيت مدرب بقى اخترت لاعيب هقول لك عليه دلوقتي هتستغربي. وائل رياض شيتوس ده لا يمكن كان حد يختاره ويجيبه النادي الاهلي ويقنع كابتن صالح سليم بيه. دفعنا فيه 100,000 جنيه وهو بحجمه ده. انا لما اخترته قلت وائل رياض ده يمثل شطه وهو صغير، لانه نفس القصه ونفس الخفه ونفس الاداء ونفس المرونه والرشاقه والحركه. دي شهاده. خلي بالك انا بقولها لك اهو. طب صالح سليم قال لي انت جايب لي واحد اقصر منك. قلت له يا كابتن صالح انت قلت لي قبل كده مش بالاسم، بالعطاء في الملعب. ولما شافه قال لي والله يا شطه نظرتك الحجم صغير لكن التاثير نظرتك ليه كان يعني ممتازه. ليه بيجي 8 9 سنين وائل رياض في النادي الاهلي وانا كنت مدرب وقتها على طول لقطته، يعني حتى جبته من نادي الشرطه. هو يعلم تماما ذلك، وهو حقيقه من 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 اولاد البارين. انا بشكره وبحترمه جدا لانه رفع اسمه حتى على مستوى منتخب المصر. على فكره حتى في رياضات اخرى ساعات بنلاقي البلاي ميكر زي مثلا في كره السله ممكن تلاقي البلاي ميكر هو الاقصر طولا يعني بين كل اللاعبين، ولكن تاثيره كما هو الحال في حاله حضرتك بالزبط. يعني تاثير كبير والعطاء جدا. انت في الملعب طبعا بتادي قد ايه. عندنا قفشه برضه طبعا مش لازم نتكلم على يعني عندنا حاجات امثله كثيره جدا الحقيقه. محمد صلاح مش طويل قوي يعني بس برضه مع الفارق، لكن انا بقول انه هي كره القدم اللي بيبذل مجهود كويس واللي بقى عنده فكر كويس واللي عنده رؤيه واللي عنده خبرات ووعي طبعا. كره القدم جزء كبير جدا منها وعي خططي ازاي بتتحرك وازاي بتسلم الكره.